السيد الرئيس السيد الوزير، ولا يخفى على احد اليوم الدور اللي كتلعبوا المقاولات الصغرى المتوسطه اللي على مستوى المشاركه في الناتج الداخلي الخام وعلى المستوى التشغيل اليد العامله وكذلك مشاركتها في النسيج الاقتصادي. ولقد اتخذت الحكومه عده اجراءات على المستوى الجبائي، واعتقد بان مشروع القانون المالي الذي نحن بصدد مناقشته اللي كيقترح واحد التعديل فيما يخص الضريبه على الشركات كيمشي في هذا الاتجاه، وكذلك كما تفضل السيد الوزير كاين عده اجراءات. لكن السيد الوزير هذا التنزيل ديال هذه الاجراءات اللي خدتها الحكومه مازال ضعيفا، ومازال شبح الافلاس كيخيم على السماء ديال هذه المقاولات، بحيث ان السنه الماضيه مثلا افلست اكثر من 5016 شركه، مع ما يرافق هذا الافلاس من تاثيرات سلبيه لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الاقتصادي. اللي كنطلبوا منكم سيد الوزير اليوم هو تتبع وتسريع تنزيل كل الاجراءات ولا كل مقتضى على ارض الواقع، وكذلك مواكبه هذه الشركات بنظائر